كرة لصالح أيت علي، أيت علي يحيى، ثم ترجع لرائد القبة في انطلاقة في محاولة على الجهة اليمنى فتحة الأمام، ولكن تدخل من رقم أربعة أو رقم نعم رقم أربعة اللي هو بودرما. إذن بودرما محور دفاع مولودية العلماء مع ملولي. أيت يحيى هو اللي راح ينفذ هذه الركنية الأولى لصالح فريق رائد القبة، رائد شباب القبة في ملعبه بالحداد. إذن هذه المباراة فيه حضور مكثف، نقدر نقول مكثف من جانب فريق أو من جانب أنصار مولودية العلمة اللي تنقلوا بكثرة لهذه المواجهة، مواجهة رائد القبة. وخطأ يعلن عليه الحكم السيد نادر، إذن خطأ واضح كان فيه هناك دفع من الخلف على كواس. المحاولة طويلة، شوف الإعادة وكيف التدخل كان بالنسبة لفريق رائد القبة على اللاعب مباشرة للحارس بوزدر، ثم الكرة سهلة للحارس ليخطأ ويسجل هدف، أول هدف لفريق رائد القبة. حقيقة خطأ كان من جانب الدفاع، ويسجل فريق رائد القبة الهدف الأول لصالح عن طريق بن عمار. بن عمار ليسجل الهدف الأول بعد خطأ فادح في دفاع مولودية العلمة. إذن الدقيقة الثانية فقط سجل فريق رائد القبة الهدف الأول بعد الخطأ. نشوف الخطأ كان فادح من محور الدفاع. شوف رجع الكرة برأسيته، ثم اللاعب عرف كيف يسجل، عرف كيف يرمي رجله دون خطأ، يسجل الهدف الأول لصالح فريق رائد القبة. إذن في الدقيقة الثانية يسجل، شوف الإعادة كيف سجل رائد القبة الهدف الأول عن طريق بن عمار. إذن هدف راح يعطي ربما الثقة لفريق رائد القبة أكثر من لأنه سجل في بداية المقابلة، ولكن يمكن أن يكون طبعا هذا الهدف بمثابة طبعا ربما الإرادة لفريق مولودية العلمة. اللي نقول الخطأ كان من الدفاع وخطأ، وهذه الكرة طبعا تلعب على أخطاء، تلعب على جزئيات. وملولي ملولي من هناك، ملولي حاول البحث عن شوف فيه سوء تفاهم بين عناصر دفاع مولودية العلمة. يرجع الحارس بوزدر ليتلقى أول هدف في الدقيقة الثانية، طويلة يوقفها اللاعب رائد القبة ثم ينطلق، لكن ضيع له تصبح لمولودية العلمة عن طريق رقم 17 جنينة. إذن ضيع وتماس لرائد القبة، تماس لرائد القبة ومحاولة للدفاع، محاولة للدفاع، رجوع لمرباح ثم طويلة وتدخل الدفاع لجنينة على الكرة هذه وتماس، تماس لمولودية العلمة. إذن الجولة هذه كذلك نقول أن فيها مباريات مهمة جدا بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية. ومحاولة في وسط الميدان ترجع لرائد القبة دائما، وانطلاقة على الجهة اليمنى في حراسة مشددة على اللاعبين، ولكن فيه المراوغة ثم ترجع لفريق رائد القبة اللي ينتشر جيدا فوق أرضية الميدان. هيلة هائلة هذه التوزيعة والتسديدة القوية، تسديدة كانت بقوة من جانب الطوهري، كانت لفريق فريق رائد القبة. ثم ترجع الكرة وخطأ، خطأ يرتكب على اللاعب فيه روح رياضية عالية فوق أرضية الميدان، وانطلاقة من جديد في وسط الميدان صالح مولودية العلماء. هي محاولة لكن ضيع وتصبح
محاولة أخرى لرائد القبة في وينتزع الكرة هذه وانطلاقة لكن مباشرة للحارس شويح. لأن الحارس شويح قائد الفريق اليوم، قائد فريق رائد القبة، قلت اللي يرجع رويدا رويدا إلى النتائج الإيجابية بعد ما كانت في هناك نتائج سلبية جدا في بداية الموسم. محاولة لفريق مولودية العلمات ثم ترجع في وسط الميدان لملولي، نعم ملولي، ثم ترجع لملولي مرة أخرى. فيه طبعا المحاولات من جانب مولودية العلمة لكن الانتشار الجيد لعناصر رائد القبة فوق أرضية الميدان انتشار هائل. مباشرة إلى التماس، تماس لفريق مولودية العلمة. ضايعة من جنينة رقم 17. ثم ترجع كرة لجنينة لكن ارتكبت أخطاء عديدة على مستوى دفاع مولودية العلمة خاصة في البداية، يعني في البداية لأنه سوء التفاهم في بعض الأحيان ما يؤديش إلى الكرات الجيدة وهذا يخلي اللاعبين ربما يؤديوا. شوف اللقطة، نعم على الجهة اليمنى لصالح مولودية العلمة طويلة وتدخل الحارس شويح، خروج الحارس شويح موفق وفق ثم إعادة للميدان، إعادة للميدان من شويح القائد وانطلاقة لصالح رائد القبة. نعم في انطلاقة في محاولات، نعم على الجهة اليمنى كرة لبايلي وثم ضيع مرة أخرى لصالح فريق مولودية العلمة. ترجع الكرة في وسط الميدان أو في الدفاع بودرما للحارس بوزدر، حارس بوزدر. هل نعم اللقطة صعبة أو موجودش من هو اللاعب المتحرر من الحراسة؟ لا يوجد ملولي على الجهة اليمنى ثم ترجع لفريق مولودية العلمة عن طريق رقم 28 اللي هو يوسف. طويلة ترجع كرة لرائد القبة، ما فيش أخطاء لكن ضيع الكرة وترجع لبودرما، بودرما نعم في وسط الميدان، وسط الميدان عن طريق يوسف رقم 28، رقم 28 يوسف و فراحي رقم 20. ترجع كرة لصالح فريق مولودية العلمة طويلة على الجهة اليسرى ناحية الجنينة لكن ما يلحقش عليها، كرات طويلة وعالية وخارجة، الكرات العالية ما تساعدش كثير فريق مولودية العلمة لأنه راح تضيع منه الكرات العالية هذه والكرات الأرضية القصيرة. أحسن شيء أنه يلعب على الكرة في الأرض. وترجع لبودرما، بودرما لكن قلت الكرة العالية دائما إلى يعني دائما برا، يعني في كل الأوقات الكرات تمشي إلى العالية ما هيش في صالح مولودية العلمة. ترجع من الدفاع عن طريق أي تعليق هشام ثم رقم 5 اللي طبعا لعب رائد القبة هو جلاوي، هو ظن أنه محور دفاع فريق رائد القبة. وانطلاقة على الجهة اليسرى في محاولة للمراوغة، نعم يراوغ الأول الثاني ثم ترجع لرائد القبة، فيه فتحة الأمام لا
يحاول يلعب الكرة واحد اثنين نعم يدخل منطقة العمليات على الجهة اليمنى من الحارس بوزدر والكرة لصالح رائد القبة. نعم الكرة لرائد القبة ما هيش بعيدة كثير داخل منطقة العمليات لكن تقص هذه الكرة تقص وتصبح هجمة معاكسة لصالح فريق بلدية العلا. انطلاقة سريعة ويتمكن اللاعب من طبعا صد هذه المحاولة. جلاوي الكرة لصالح فريق مولودية العلماء عن طريق لا لكن ضيعة وسط الميدان. في هناك فراغات في وسط الميدان بالنسبة لمولودية العلماء. وسط الميدان ماهوش محصن كما ينبغي. بودرما ثم انطلاقة لصالح رائد القبة وملولي. ملولي خبرة كبيرة للاعب ملولي وترجع كرة لصالح رائد القبة ثم ضيعة. المراوغات ماهيش في صالح رائد القبة كذلك. لما يلعب وسط الميدان لازم الكرات تمشي ب يعني دقيقة. الكرات لازم تكون دقيقة. التوزيعات لازم تكون أحسن. شوف يرجع اللاعب في وسط الميدان نعم من مولودية العلماء في محاولة لصالح فريق مولودية العلماء يدخل منطقة العمليات في محاولة ثم فيه وضعية تسلل. مساعد الحكم كان رفع رايته مشير إلى تسلل عناصر مولودية العلماء. إذن تسلل نشوف الإعادة. نعم الكرة انطلقت واللاعب لاعب فعلا كان في وضعية تسلل والكرة أيضا ترجع لشويح حارس رائد القبة. ولكن هناك خطأ ارتكب على ارتكب اللاعب بن سعد ثم الكرة لصالح رائد القبة. لا نعم ترجع لرائد القبة. نعم مرت في وسط الميدان وضيعة ثم ترجع مره اخرى لصالح فريق مولودية العلماء في هجمه معاكسه في محاوله من مولودية العلماء وما فيش خطا. الحكم كان قريب من لقطه السيد نادر ما يقول ولا شيء وترجع الكره لفريق رائد القبه ثم ضيعة. كل مره الكرات تضيع على مستوى وسط الميدان سواء من جانب فريق مولودية العلماء او فريق رائد القبه وعلى الجهة اليمنى فارغة من هناك. نعم فتحة راح تكون الأمام على شكل ركنية ولكن تدخل من دفاع رائد القبة يرجع هذه الكرة وتدخل بودرما تدخل جيد. تدخل جيد من بودرما رقم أربعة. وملولي ملولي يطلب كرة في العرض. الكرات يلعب على الجناحين كما ينبغي فريق مولودية العلماء ولكن لحد الآن فيه محاولة نعم لصالح فريق مولودية العلماء لكن وسط الميدان نقول فيه هناك ثغرات فيه بعض الثغرات اللي ما خلتش فريق مولودية العلماء ربما يؤدي مباراة كما ينبغي. تخرج إلى خارج أرضية الميدان و نلعب بالدقيقة 14 والنتيجة صفر بالهدف لصالح فريق رائد القبة مقابل صفر لمولودية العلماء. إذن قنينة لكن في تجمع لدفاع رائد القبة وترجع الكرة لأيت علي يحيى. أيت علي يحيى ولكن ملولي من هناك ملولي ثم قواس وانطلاقة لمولودية العلماء لكن فيه تباطؤ من اللاعب فرحي وترجع كرة لصالح رائد القبة. نعم لصالح رائد القبة ليحاول أنه ينظم اللعب على مستوى خط هجومه ولكن لحد الآن الأمور راهي تسير نقول تسير
عكس مولودية العلمة. يعني الأمور ما هيش جيدة بالنسبة لفريق مولودية العلمة اللي ضيع بعض الكرات يعني بسذاجة، وترجع كرة لصالح فريق رائد القبة. الكرات 1-2 لكن خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الميدان. والهدف بالنسبة لفريق مولودية العلمة كان أثر نوعا ما على معنويات اللاعبين، وأرجع طبعا يحاول الرجوع في النتيجة ويحاول الرجوع في اللعب، ولكن ضيع الكرات كثير من جانب فريق مولودية العلمة. و بن قويدر ضايعة لحد الآن، ما شفناش يعني كرات صعبة وخطيرة من جانب مولودية العلمة، بل الخطر كان من جانب فريق رائد القبة في لقطة الهدف فقط. كرة لمولودية العلمة، فتحة الأمام ناحية قواس، انطلاقة. لازم اللاعبين أو المدافعين يعني على الظهيرين الأيسر والأيمن لازم يكون في هناك تفاهم وتنسيق بين اللاعبين، لأنه مثل قواس واللاعب اللي يلعب على الجهة اليسرى ما فيش انسجام كبير، ما فيش حرارة، ما فيش مساعدة لرفاقهم وزملائهم. في بن علي ما شفناهش كثير، لعب فراحي يلعب في وسط الميدان، والحارس بوزدر. إذن الحارس بوزدر حارس مرمى مولودية العلمة اللي تلقى الهدف الوحيد لحد الآن في الدقيقة الثانية، والخطأ لأن الحكم كان قريب من اللقطة. السيد نادر كان قريب من اللقطة ويعلن عن خطأ لصالح فريق مولودية العلمة. في محاولة، نعم على الجهة، ومحاولة لكن ترجع الكرة هذه لرائد القبة في وسط الميدان. ضاعت، ضيع الكرات كثير في وسط الميدان من الجانبين، هذا يعني الشيء اللي لاحظناه خلال هذه المباراة. الخطأ إذن يرتكب على في وسط الميدان من طرف اللاعب رقم 10 اللي هو بن قويدر. لا، الكرات ضايعة كثير من جانب مولودية العلمة، في خاصة في المحاولات الهجومية، وإمدار ظن بطاقة صفراء. لا، الحكم يقول خطأ وفقط، خطأ وفقط. نعم، شفنا أنه فريق رائد القبة في تحسن يعني خلال من مباراة لمباراة، يعني طبعا التحسن هذا ظهر عليه من بعد النتائج الإيجابية اللي سجلها فريق رائد القبة في يعني الأيام الأخيرة. دوسن، لا طويلة، بل لا، كانت من رقم 27 وشن. والبطاقة الصفراء، أيضا البطاقة الصفراء للاعب اللي كان اخطأ أمام الحارس، من هو اللاعب رقم 5 اللي هو جلاوي. نعم، جلاوي ما خلاش الحارس يلعب هذه الكرة، وبذلك تحصل على البطاقة الصفراء. الحكم صارم وقريب من كل لقطة. الكرة لفريق مولودية العلمة فيه محاولة المراوغة، لكن هذه الكرات العالية والمراوغات ما تساعدش فريق مولودية العلمة على الأداء الجيد.
فريق مولودية العلمة اللي يتدرب فوق أرضية ميدان وعشوشبة طبيعيا، هي فريق أو ملعب المجاهد مسعود زكار ورحمه الله، وفريق رائد القبة اللي يتدرب على أرضية ميدان ملعب الحداد. طبعا العشب الاصطناعي، لأن الكرة يصالح مولودية العلمة، يسبق قواس اللاعب ثم خطأ هنا يرتكب على قواس. كرة لصالح مولودية العلمة عن طريق بودرما يرجع الكرة لملولي، ملولي ثم كرة لصالح مولودية العلمة في محاولة لدخول منطقة العمليات، لكن تسديدة وتدخل من دفاع رائد القبة، تدخل جيد على اللاعب رقم 27 أو رقم أو يوسف، نعم رقم 28. بودرما حذاري من الأخطاء الدفاعية، من هنا يحاول مراوغة، يحاول دخول منطقة العمليات، فيه خطأ لأنه اللاعب هذا قلنا الميزة تاعو أنه سريع جدا، ويحاول شوف التوغل داخل بين لاعبين اثنين ويتحصل على خطأ ماهوش بعيد كثير على مرمى الحارس شويح في تنفيذ هذه المخالفة. فراحي هو اللي راح ينفذ هذه المخالفة، بل يتركها لرقم 27 من جانب مولودية العلمة اللي هو دوسن راح ينفذ هذه المخالفة داخلية مباشرة للحارس شويح، ما لحقش عليها اللاعب برأسيته و يعني داخله منطقة 18 متر، لو لمسها اللاعب برأسية لكانت تكون في خطأ، في خطورة، ولكن دون خطأ. إذن ترجع من اللاعب بن علي رقم 26 من جانب فريق مولودية العلمة. في اللاعبين الاحتياطيين المتواجدين طبعا في دكة الاحتياط، هناك تسلل، هناك وضعية تسلل واضحة وباينة. ملولي في الحارس بوزدر، الحارس بوزدر، ومحاولة طبعا محاولات رائد القبة نظن أنها تقلصت بنسبة كبيرة منذ تسجيل الهدف الأول. يعني فريق مولودية العلمة أصبح أكثر إرادة وأكثر انسجام في يعني بعد ما تسجل عليه الهدف. تخرج إلى التماس، كرة لرائد القبة عالية، شوف الحارس ما يتحركش، ما خرجش من منطقته، خلى الكرة إذن تخرج إلى 6 أمتار، فعلا 6 أمتار لأنها كانت عالية كثير.
بين مجموعة من اللاعبين. يتفوق اللاعب رقم 14 بن عبدي ثم شويح هذاري وتدخل الحارس يخرج الحارس تماما ثم يلتقط هذه الكرة بالصدر ويخرج الكرة هذه انه حين لآخر نشوف فيه هناك أخطاء دفاعية من فريق مولودية تعلم والخطأ لمولودية تعلم بعد ارتقاء لاعبين اثنين. الحكم كان قريب من اللقطة ويعلن عن الخطأ لصالح مولودية تعلم. شوف الإعادة طبعا توضح أنه لاعب رقم 28 من مولودية تعلم اللي هو يوسف ثم فراحي وترجع ليوسف لكن ضيع من فريق مولودية تعلم وتصبح لدفاع رائد القبة. يوقفها اللاعب يوسف في وسط الميدان ثم المحاولة لفريق المولودية. ملولي يلتقط هذا الكرة يعني كان مدعم كما ينبغي ومحصن مع رفاقه. محاولة لشويح هيلة كانت تسديدة قوية من يوسف رقم 28 وإخراج الكرة هذه حتى تقدم الإسعافات الأولية للاعب الواقع على أرضية الميدان. أتمنى إن شاء الله سلامات على اللاعب. أتمنى يكون سقوطه ماهوش صعب. وتدخل طبعا لإسعاف اللاعب رائد القبة. هدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية من الشوط الأول يعني في بداية المقابلة. هذا اللي خلى اللاعبين طبعا نوعا ما يتأثروا بهذا الهدف اللي جاء مبكر وعن طريق خطأ كبير يعني من اللاعبين أو من الدفاع. شوف رجعنا للخطأ ودراما هو اللي رجع هذه الكرة واللاعب يعني بكل سهولة يسجل هدف الأول لصالح رائد القبة بعد ما راوغ الحارس. حتى أنه الحارس يعني ما ارتكبش خطأ يعني خطأ ولكن رأسية بودراما مباشرة للاعب اللي كان يتبع. شوف تبع بن عمار تبع كما يبغي الكرة هذه وسجل الهدف الوحيد لحد الآن لصالح رائد القبة. طويلة لكن الدفاع عن طريق ملولي ثم فراحي ترجع لفراحي كرة طويلة على الجهة اليمنى ويسترجعها جلاوي وينطلق من هناك اللاعب رائد القبة لكن كرته تخرج والتماس ينفذ مباشرة لفريق رائد بل لمولودية تعلم قنينة لكن التدخل من جانب مدرمة. الارتقاء لازم له عمل كبير بالنسبة للاعبين. الارتقاء يعني فيه بعض اللاعبين يعني عندهم موهبة يعني لما أقول ارتقاء عنده موهبة والموهبة تسقل ويكون فيها عمل طبعا على مستوى التدريبات وعلى المستوى الفردي. حتى على المستوى الفردي اللاعب لما يكون يتمتع بالارتقاء الجيد لابد عليه أنه يعمل لوحده يعمل العمل اللي لابد أنه يعمله حتى يتمكن من طبعا إضافة أشياء أخرى ل يعني العمل الفردي تاعه. وقنينة نعم على الجهة اليسرى يدخل منطقة العمليات ويخرجها الدفاعي للركنية. أحسن ما فعل اللاعب لأنه
كان هناك وضعية تسلل. نعم هناك وضعية تسلل لاعبي رائد القبة أو دفاع رائد القبة يلعب وضعية تسلل كما ينبغي. دل الحارس شويح ملعب. هذا عرف الكثير طبعا الكثير من الأشياء الجميلة جدا صنعها يعني صنعوها اللاعبين لاعبين كبار هنا في رائد القبة زمان مثل الإخوة أيتشكو وكذلك عصاد إلى جانب لاعبين يعني كابول ومجموعة كبيرة من لاعبين قاسي السعيد محمد وكمال وغيرهم من اللاعبين. إذن لاعبين معروفين على كل وكان عندهم الإمكانيات البدنية والإمكانيات الفنية. حييهم طبعا ورحم الله اللي توفى ورحمه الله طبعا ترحم عليهم ولكن نذكرهم لأنهم كانوا يعني كانوا وراء نجاح الكرة الجزائرية في سنوات السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات. والكرة لصالح فريق رائد القبة طويلة وجلاوي خرج هذه الكرة إلى الركنية ركنية لصالح مولوديتها. إذن فرحي أو فرحي رقم 20 فرحي اللي كان يلعب لوفاق سطيف انضم هذا الموسم إلى فريق مولودية علمة. طويلة ركنية لكن مباشرة إلى ست أمتار. كانش في هناك مجموعة من اللاعبين اللي تدخل يدخلوا وراء هذا الكرة يعني كانت منفذة كما يبغي الركنية ولكن ركنية جيدة واللاعبين اللي يعملوا الفارق ما فيش في الهجوم. شويح إذن شويح راح يرجع هذه الكرة حارس رائد القبة. النتيجة هدف مقابل صفر لصالح فريق رائد القبة منذ الدقيقة الثانية بعد خطأ في دفاع بلدية العلمة اللي قلت انه ارتكب خطأ في الدقيقة الثانية امام حارسه وسجل فريق رائد القبة الهدف الوحيد لحد الآن. كرة عالية وانطلاقة لصالح رائد القبة في محاولة لكن مساعد الحكم يرفع رايه مساعد الحكم يرفع الراية معلنا عن تسلل. نشوف هذا بالعرض البطيء ونشوف أنه يعني مساعد الحكم الكرة لرائد القبة في محاولة أو كرة عكسية في محاولة لرائد القبة لكن اللاعب شوف وحده اللاعب أمام فرحي. لا ترجع الكرة لفريق رائد القبة ملولي يخرجها إلى الركنية. الدعم الكبير من جانب دفاع مولودية العلمة هو اللاعب ملولي وبودرما. طبعا ملولي اكتسب خبرة كبيرة طبعا في المنافسات الإفريقية وكان يلعب لفريق كبير ووفاق سطيف ولعب لمولودية العلمة قبلها والكرة ترجع لرائد القبة اللي بدوره يرجع لجلاوي. بودرما شوف أخطاء ترتكب من وسط الميدان. انطلاقة على الجهة اليسرى في المحاولة المراوغة يحاول يتجاوز اللاعبين لكن تسديدة هيلة قوية جدا من تقريب
40 متر، حوالي 35 40 متر، يسدد بقوة وكادت تخادع الحارس. شوف بوزر يعني الارتماء، لكن كانت عالية نوعا ما، يعني قليلا فوق العارضة. كانت هذه إن سعد هو اللي سدد هذه الكرة، وركنية ركنية لفريق مولودية العلا. التسديدات القوية قليلا ما نشاهدها في مباريات المباريات حتى المحترف في الأول، وهذا طبعا يخلي اللاعبين خلينا نشاهد مثل هذه اللقطات جميلة جدا. محاولة لصالح فريق مولودية العلماء وداخل منطقة العمليات لا شيء، الحكم بيقول لا شيء، وترجع لفريق المولودية. كواس على الجهة اليمنى والموجود فراحي، نعم فراحي يساعد كثير ويساهم كثير في محاولاته الكثيرة. تقص الكرة هذه لصالح رائد القبة وترجع للدفاع، طويلة مباشرة للحارس. يعني حتى اللعب بالنسبة لفريق رائد القبة انخفض نوعا ما، ريتم كان فيه هناك في بداية المباراة كان فيه التوزيعات والتمريرات القصيرة، لكن هذا ما شاهدناش كثير في يعني في بعد ما تسجل الهدف منذ دقيقة ثانية. ثم كرة لصالح مولودية العلماء، نعم على الجهة اليمنى فتحة الأمام، والموجود شويح سهلة بالنسبة للحارس شويح مباشرة بين أحضان الحارس شويح، خبرة كبيرة للحارس، القراءة تاع الحارس كانت سهلة ومفهومة، وكان في هناك خطأ أيضا يرتكب على الحارس. هذا لاعب طوهري، ينتظر منه الكثير، ولكن صعوبة تكمن في أنه ما وجدش المساعدة من زملائه. كرة لمولودية العلماء والخطأ، الخطأ يرتكب إذن على اللاعب رقم 28 يوسف بودرما. بودرما في تنفيذ هذه المخالفة طويلة، لكن التدخل من ملولي يقص على مستوى وسط الميدان لصالح رائد القبة. على الجهة اليسرى فيه عمل على مستوى وسط الميدان، ثم يرجع إلى الدفاع، الرجوع إلى الدفاع. وجلاوي، جلاوي راح يفتح إلى الأمام، وكرة ضايعة من رائد القبة، ضايعة الكرات كثير من رائد القبة سواء في وسط الميدان أو على مستوى الدفاع. ملولي مد كرة لكواس، ثم فراحي، محاولة لفريق مولودية العلماء في وسط الميدان يحاول التركيز على الكرات الأرضية والتمريرات القصيرة، لكن صعبة. فيها مجموعة من اللاعبين طبعا جهل و لاعب زيتوني بزاز اللي طبعا انضم لفريق مولودية العلماء في هذا الموسم بعد ما كان الموسم الماضي في فريق شباب قسنطينة. أي تعلي يحيى لاعب اللي يلعب على الجهة اليمنى كمدافع أيمن، ولكن يشارك كثير زملائه في وسط الدفاع. يحمل اللاعب اللي وقع على أرضية الميدان
وهذه شفت تسديدة القوية اللي كانت من بعيد كثير وكاد أنه يسجل أو تصطدم بالعارضة الأفقية. بعد مرور 40 دقيقة من الشوط الأول النتيجة هدف دون مقابل لصالح رائد القبة بعد تسجيل طبعا الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية ورجوع اللاعب. إذن يرجع اللاعب سالما في هذه المباراة بن عبدي رقم 14. بن عبدي رقم 14 يرجع ولصالح رائد القبة تصطدم بمهاجم مجدي تعلمت وتخرج خارج أرضية الميدان إلى تماس. يعني المقابلة تنقول في شوطها الأول متوسطة نرقش إلى المستوى وفي هناك رجوع من التسلل. نعم رجوع من التسلل كان فيه المساعد الحكم رفع رايته ولبودرما. بودرما هذه الكرة بنينا بنينا في محاولة لكن ضيعة وبودرما يرجع هذه الكرة لدفاعه الراحي رقم 20. كرة لصالح مولودية العلمة ترجع لفراحي. فراحي والبحث عن واحد من اللاعبين المتحررين يجد على الجهة اليمنى. نعم مولودية العلمة في المحاولات الجماعية والفردية في الشوط الأول هذا ولكن ما مرتش أمام دفاع منظم كما ينبغي دفاع رائد القبة. الخطأ يرتكب الخطأ. الحكم كان من قريب من اللقطة وينذر اللاعب شفويا فقط. اللاعب شوف لأنه كان خطأ فعلا كان أخطأ اللاعب وترجع لي جنينة. شوف العمل كله المهاجمين على الجهة اليسرى يلعبوا على الجهة جنينة هذا اللاعب السريع ولكن لحد الآن ما قدرش يمر على اللاعبين على أيت علي يحيى أو على الجلاوي أو مرباح. نفذ هذه المخالفة ثم إلى التماس مرة أخرى. الكرات خرجت إلى التماس وإلى 6 أمتار أكثر من اللعب في وسط الميدان. بن علي شوف تدخل عشوائي من لاعبي رائد القبة ولصالح مولودية العلماء. بن علي ثم ترجع لصالح فريق مولودية العلماء في وسط الميدان. أصبح مولودية العلماء يلعب بوسط ميدان يعني مجموعة من وسط الميدان مجموعة أكثر مما كانت عليه في بداية المقابلة بداية الشوط الأول. يعني أصبح عنده عدد أكبر في وسط الميدان يغلق المنافذ لفريق رائد القبة وما يتمكنش من الحصول على الكرات في وسط الميدان. لأن بودرما الكرة لفرحي ناحية بلولي طويلة فتحي الأمام على الجهة اليمنى تصل إلى اللاعب. هل يستطيع أنه يراوغ أو يتمكن من العبور أمام الدفاع؟ نعم في محاولة لصالح فريق مولودية العلمة ولكن لا أحد موجود هناك. وترجع لرائد القبة فتحة ولكن لا أحد في هجوم فريق رائد القبة هوش موجودين لاعبين وهذا الشيء اللي ربما هنا. نعم وانطلاقة لفريق مولودية العلمة في محاولة فردية داخل منطقة العمليات
بنينا على الجهة لمن لكن تصطدم بالدفاع، ترجع الكرة هذه لصالح مولودية العلمة، بودرما بودرما ثم بنينا في استقبال هذه الكرة ضايعة ضايعة وترجع لفريق رائد القبة، فريق الرائد وخطأ خطأ نعم خطأ من دفاع مولودية العلمة. مولودية العلمة اللي كانت يعني أدت مواسم جيدة في المحترف الأول، كانت في هناك طبعا حتى المشاركة في كأس رابطة يعني الأبطال، ووصلت إلى دور متقدم في دور المجموعات. طبعا ربما نقص الخبرة لبعض العناصر، ولكن كانت في هناك عناصر جيدة لعبت لصالح مولودية العلمة، مثل ديرارجا، مثل لعب شنيحي، لاعبين ممتازين يعني لعبوا في صفوف مولودية العلمة. وطبعا مولودية العلمة عندها كذلك لاعبين لاعبين كبار مثل الإخوة حداد، مثل الإخوة حشاني، مثل مزيان شريف رحمه الله، هدنا الحارس مصطفى، هدنا الحارس المرحوم كذلك، إلى جانب طبعا لاعبين يعني نقول أنهم سجلوا أسماءهم في تاريخ الكرة كرة القدم المستديرة الجزائرية. ومحاولة لصالح جنينة، نعم ترجع لجنينة في محاولة في داخل منطقة العمليات، والمساعد الحكم يرفع الرأي، يرفع الرأي طبعا كان فيه وضعية تسلل أعلن عليها، ارفع رايته مساعد الحكم. شوف إعادة، وضعية تسلل، أعلن على وضعية تسلل. إذن الحكم السيد نادر ما راحش يطيل كثيرا لأنه أضاف دقيقتين، راح يعلن بعد لحظات عن نهاية الشوط الأول لقلت كان أو لصالح رائد القبة بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية. شوف الأخطاء التي ترتكب والحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالنتيجة، نتيجة هدف وحيد سجل في الدقيقة الثانية عن طريق بن عمار في الشوط الأول. إلى أن نلقاكم سيدتي أو نسي سادتي خلال الشوط الثاني، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. أسمع حضراتكم سيداتي أوانسي سادتي إلى ملعب بالحداد بمدينة القبة، ولقاء مولودية العلمة أمام طبعا المستضيف اليوم هو رائد القبة باللباس الأخضر. على كل تركنا الشوط الأول في لصالح رائد القبة بهدف مقابل صفر تسجل عن طريق بن عمار منذ الدقيقة الثانية بعد أخطاء أو خطأ في دفاع مولودية العلمة. ونرجع إذن وانطلاقة الشوط الثاني بين مولودية العلمة ورائد القبة في الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الثانية، وانطلاقة لصالح رائد القبة ربما قلت أنه فعلها خلال الشوط الأول وسجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية في بعد خطأ في الدفاع. ثم يعود فريق مولودية العلمة لينظم صفوفه لكن دون خطورة، طبعا ما عملش خطورة على رائد القبة اللي ضيع كرات عديدة في وسط الميدان خاصة. إذن شوط ثاني لحد الآن دون ما يغير في التشكيلة، إذن ما زالت التشكيلة نفسها بالنسبة لرائد القبة وبالنسبة لمولودية العلمة التي تحتل المرتبة الثالثة ب 15 نقطة رفقة وداد تلمسان بنفس الرصيد يعني ب 15 نقطة، ولكن في بالنسبة لوداد تلمسان في المرتبة الثانية لأنه يحسب يعني الأهداف المسجلة عليه والأهداف المسجلة لصالحه، ومحاولة لصالح مولودية العلمة لكن تدخل من الدفاع طوهري
طواهري وانطلاقة من طواهري في محاولة وحده يدور أمام الكرة هذه في محاولة على الجهة اليمنى مليحة لرائد القبة في هذه التدخل ولكن مباشرة إلى ستة أمتار يقول ستة أمتار إذن أيب تعلي يحيى كرة نظن تصطدم فيه وتخرج إلى ستة أمتار إذن كل قل لما ذكر فقط بتشكيلة الفريقين لمن فتح نصف فريق مولودية العلمة بوزدر رقم 30 كواس 21 بن علي 26 بودرما 4 ملولي رقم 13 وهو قائد الفريق 28 يوسف فراحي رقم 20 إلى جانب بن قويد رقم 10 ودوسن رقم 27 كفي رقم 18 وقنينة رقم 17 في دكة الاحتياط هناك جهل مدني وزيتوني بزاز ياسين ومحاولات بعد هذه المحاولة طبعا لفريق مولودية العلمة وتدخل بوزدر تدخل الحارس تدخل الحارس بالعقب ترجع الكرة لصالح فريق رائد القبة المساعد يقول بل الحكم يقولها خطأ لا مش خطأ مش خطأ على أوشان إذن قلت دكة الاحتياط جاهل مدني زيتوني بالذات معنصر وجمعون إلى جانب بن خوجة بن خوجة الحارس الثاني رقم 1 إذن كرة لصالح بوزدر وإعادة للميدان طويلة ثم الاصطدام وهناك خطأ الخطأ على اللاعب على ملولي نعم على ملولي قائد الفريق قائد الفريق وقائد الدفاع يعني الكرات ما تمرش كثير على على على, 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 على ملولي نظرا للخبرة تاعو كبيرة و محاولة لصالح فريق مولودية العلمة مليحة في محاولة لكن تصطدم بالدفاع ترجع لمولودية العلمة ثم ملولي البحث عن واحد من اللاعبين المتحررين يجد ما بودرما على الجهة اليسرى من نعم الجهة اليسرى من مولودية العلمة في انطلاقة ومحاولة لصالح مولودية العلمة في محاولة على الجهة اليمنى لكن الخطأ يرتكب يقول السيد الحكم حكم هذا اللقاء السيد نادر نشوف الإعادة والخطأ الذي ارتكب على اللاعب نادر هو الحكم الرئيسي فيه مناقشة بين اللاعبين والأول إذا التغيير راح يكون هناك تغييرين نظن راح يخرج كنينة يدخل بزاز رقم 7 ويخرج رقم 18 اللي هو كفي ويدخل رقم 9 من مولودية العلمة جمعون إذن جمعوني من المفروض الاسم بتاعه هو جمعوني و إذن بزاز أمام هذه الكرة اللاعب البديل بزاز ربما بالخبرة بتاعه وقوة التسديدات إلى جانب العمل على الجهة اليسرى محاولة ناحية بزاز طويلة وست أمتار برأسية لكن ست أمتار لصالح الحارس شويح قلت بن خوجة الحارس الثاني المدرب هو السيد وجدي التونسي هو مدرب فريق مولودية العلمة بينما المدير الفني هو السيد علي مشيش وانطلاقة لفريق مولودية العلمة مرة أخرى في محاولة كي ترجع إلى ملولي بودرما على الجهة اليسرى
نعم يفضل يمد هذه الكرة لبودرما. بودرما وانطلاقة. لا استرجعها دفاع رائد القبة. ثم ضيع من رائد القبة وترجع لبلدية العلمة في انطلاقة سريعة قوية ولكن بعيدة كثير. بعيدة عن مرمى الحارس شويح. ما عملش خطورة كبيرة فريق مولودية العلمة في هذه المباراة رغم العمل اللي يقوم به في وسط الميدان، ولكن الكرات على مستوى 18 متر ما وصلتش كرات قوية كرات مهيئة كما ينبغي. هذا الشيء اللي ربما خلى الفريق أو هجوم مولودية العلمة بعيد عن المستوى تاعو اليوم، بعيد عن مستواه وما ظهرش بشكل يعني خطير. بالنسبة لفريق رائد القبة اللي ربما راح يكون له أول تغيير بعد لحظات، دخل به شويح، أيد علي، أوشان، جلاوي، مرباح، صلاح بن، والهدف وهدف مولودية العلمة، والهدف إذن لصالح مولودية العلمة بعد تعديل النتيجة في الدقيقة 7. يعدل فريق مولودية العلمة النتيجة عن طريق اللاعب رقم 21 خواص. إذن كان فيه خطأ، نفس الشيء كان فيه خطأ من فريق أو من دفاع رائد القبة. شوف الإعادة، لو نشوف الإعادة بعد هذه الفرحة الكبيرة لأنصار مولودية العلمة اللي تنقلوا بعدد كبير، أنصار فريق مولودية العلمة اللي تنقلوا مع فريقهم. وشوف لو وحده ووجد المرمى شاغر، يعني ما فيش تغطية دفاعية، ما فيش تغطية دفاعية من رائد القبة. هذا هو اللي اليوم عمل ربما الدفاع من الجانبين لم يكن في مستوى، وخطأ خطأ لصالح رائد القبة. سيد مادار يعلن عن خطأ لصالح رائد القبة. إذن تسجيل التعادل، يعني يقول أنه جاء هدف رائد القبة في بداية الشوط الأول، وبداية الشوط الثاني كان فريق مولودية العلمة سجل هدف التعادل في مرمى الحارس شويح بعد خطأ في المراقبة من الدفاع. إذن عودة الجميع، عودة رفاق بزاز لدفاعهم. والدقيقة 54، يعني نقول الدقيقة 9 من الشوط الثاني. شوف المحاولة راح تكون من جانب رائد القبة عن طريق مرباح. مرباح يطلب الحكم، يطلب من اللاعبين أنه يتحلوا بالروح الرياضية في هذه اللقطة الخطيرة جدا على مرمى بوزدر. صعبة وتصطدم بالحائط. ثم لصالح مولودية العلمة، لا ترجع لرائد القبة وكرة للرائد. نعم الرائد على الجهة اليمنى، الرائد على الجهة اليمنى، ومرة أخرى تصطدم بدفاع مولودية العلمة. والخطأ إذن الخطأ يرتكب على أحد لاعبي مولودية العلمة. هدف مقابل هدف. النتيجة إذن متكافئة بين والمحاولة لخواص وهدف ثاني. لا شوف يضيع فريق مولودية العلمة فرصة للتهديف، فرصة لإضافة هدف ثاني. شوف الإعادة، شوف عمل فردي من خواص، والكرة كانت سهلة يعني للتسجيل، يضيعها اللاعب بسهولة كبيرة، بسهولة كبيرة كاد أنه يضيف الهدف الثاني ويخلق نوع من الارتباك لدى فريق رائد القبة. شويح طويلة الانتعاش، نقول ممكن جدا أنه دخول بزاز راح يعطي ربما انتعاش أكثر لفريق مولودية العلمة. ممكن يبقى هذا طبعا تبقى كرة قدم، و نظن أن الفريق مولودية العلمة في فترة الاستراحة كان ربما كان له حديث طبعا مع
أعضاء المدرب طبعا التونسي مع اللاعبين، لأنه خط الهجوم كان غائب تماما في الشوط الأول. جلاوي، طويلة من جلاوي وللحارس مزدر، سهلة بالنسبة للحارس، سهلة بالنسبة للحارس، و لا يمد كرة مباشرة لبودرما. لا قواص رقم 21 مسجل هدف قواص، وفيه إذن فيه التغيير الأول بالنسبة لرائد القبة. رائد القبة يخرج طواهري، نعم طواهري رقم 28، ويدخل رقم 7 اللي هو ماباش. ماباش هذا واحد من اللاعبين الممتازين، لاعب يمتاز بالسرعة، يمتاز بال كذلك سجل أهداف عديدة لرائد القبة. طويلة وتدخل من فريق من جلوي لرائد القبة، ويتحصل على ضربة تماس. فيه خطأ، نعم فيه خطأ يرتكب على رائد القبة. إذن ذكر أنه فريق القبة يحتل المرتبة 15 بست نقاط. مرة أخرى بزاز يرتكب الخطأ على مستوى خط الوسط. تمشي الكرة هذه لفريق رائد القبة عن طريق صلاح، وشويح يخرج تماما. شويح شوف وين موجود شويح، يعني الأخطاء الأخطاء مثل هذه. صالح بل جلاوي، جلاوي ويخلي الكرة هذه ل برباح أو صالح. كرة لصالح مولودية العلماء، وأخطأ بل لا لصالح فريق الرائد. صالح رائد القبة، يعني الأهداف سجلت مبكرا بالنسبة لفريق رائد القبة في الدقيقة الثانية في الشوط الأول، وفريق مولودية العلماء سجل في الدقائق الأولى كذلك من الشوط الثاني. وخطأ، إذن السيد نادر قريب من اللقطة يعلن عن الخطأ، يعلن عن الخطأ. طبعا غياب الجمهور، غياب الجمهور هذا بالنسبة لرائد القبة، لأن عندها جمهور كبير، يعني جمهور جمهور ممتاز وجمهور معروف يعني رائد القبة، ولكن نظن النتائج نتائج سلبية المسجلة، نتائج ما هيش في مستوى رائد القبة يعني اللي نعرفوه، نتائج ما هيش ما تخدمش الرائد. وحتى أنه الأزمة المالية اللي عاشها فريق رائد القبة يعني أزمة كبيرة مالية، و يعني حتى باش يعني الفريق يأهل بعض اللاعبين خرج الكرة، لأنه فيه زميلك واقع على أرضية الميدان. لا يا حكم، الحكم لازم تنظر من هناك، لأنه كاين واحد من اللاعبين موجود على أرضية الميدان ربما مصاب، اللاعب مصاب من هناك. أخيرا الحكم الرابع يشير إلى الحكم الرئيسي، الحكم الرابع السيد بن زهرة. إن شاء الله سلامات على اللاعبين، لأن السقوط في بعض الأحيان يكون سقوط صعب، فإن شاء الله تكون سلامات. سلامات منها أو سقوط، سقوط لاعبين اثنين. إذن فرصة لفريق مولودية العلماء بعد ما سجل الهدف وعدل النتيجة،
وفرصة ضيعها فريق مولودية تعلمة، فرصة لا تعوض عن طريق أحد اللاعبين. وكان من ممكن أنه نقول أنه يقتل المباراة في بدايتها، ولكن طبعا هذه كرة القدم ممكن أنه اللاعب يخطئ حتى ولو تكون وما يسجلش أهداف، حتى ولو تكون الكرة أمام مرمى شاغر. هذه كرة القدم طبعا. وشويح الحارس شويح زال يعني رغم يعني التقدم تاعه في السن إلا أنه مازال محافظ على لياقته البدنية ومازال يعمل الكثير مع رائد القبة. أيضا ملولي ترجع كرة لبزاز ثم في وسط الميدان فراحي، نعم فراحي، ثم بودرما يحاول البحث عن لاعب متحرر بالمراقبة، لكن الكرة ترجع لرائد القبة ملولي وانطلاقة لصالح رائد القبة وتدخل، تبقى الكرة لصالح رائد القبة عن طريق أحد اللاعبين بزاز ويخرج الكرة إلى التماس. مهم تبقى يعني المقابلة في روحها الرياضية العالية بين اللاعبين، فطبعا الجمهور يطالب، هذا من حقه يعني الجمهور يطالب بلعب أحسن وأداء أحسن، هذا بدون شك سواء بالنسبة لفريق مولودية العلمة أو فريق رائد القبة. وطبعا الأمور تغيير ثاني، إذا تغيير ثاني بالنسبة لرائد القبة، راح يدخل رقم 10 بطوش وخروج رقم 18 بعيلي لن يخرج، يخلي مكانه للاعب بطوش، وينطلق جلوي. لا خطأ، نعم يعني اثنين على لاعب واحد والخطأ يرتكب على اللاعب صلاح. والتسديدة راح تكون من أوشان داخل منطقة العمليات، أوشان طويلة تدخل الدفاع، نعم يدخل دفاع مولودية العلمة عن طريق ملولي، ثم إخراج هذه الكرة عن طريق مسجل هدف قواص. يعني الصور التي تصلكم من ملعب بالحداد بالقبة، صور جميلة، صور من الفرقة التقنية HD رقم 2، زملائنا الفنيين والتقنيين وزميلنا المخرج يزيد بلكوت. أنا لما نظن أنه حتى الملعب حسب يعني الفنيين وحسب المصورين نظن الملعب عنده أحسن من يعني ملعب 20 أود في يعني في وضعية الكاميرات، يعني إنه واسع نوعا ما الملعب هذا، أوسع من 20 أود، أوسع من بلوغين، ولذلك يعني المحيط تاعه كبير جدا، ولذلك فممكن إنه الإخراج والصور تسهل على زملائنا، تسهل على التقنيين، على الفنيين، هذا شيء جيد حتى يعني
مدرجات عالية كثير تسمح لي بالتصوير يعني التصوير الجيد، على عكس بعض الملاعب يعني اللي صعبة جدا أنك من وضعيات يعني خطيرة. ماماش في هذه اللقطة في محاولة من ماماش، تباطأ نوعا ما، تباطأ في هذه اللقطة ثم يرجع لأوشان، أوشان أرضية، لكن التدخل من بودرما، تدخل من بودرما وإخراج هذه الكرة الصعبة وانطلاقة لبلدية العلمة، وخطأ الخطأ على واحد من اللاعبين بزاز. بزاز يمد كرة لكواس، إيمان كواس يمد كرة جميلة وتدخل الدفاع عن طريق جلوي، ثم ترجع لأيت علي يحاول مرر لكن تمريرته بعيدة كثير مباشرة للحارس، الحارس وبودرما، بوزدر لا يخليها لبودرما وترجع كرة لفريق لصلاح من رائد القبة. شوط ثاني أحسن ظن حتى من ناحية التنافس، شوط ثاني أحسن يعني فيه تنافس بين اللاعبين، فيه حركة، فيه على عكس الشوط الثاني يعني على عكس الشوط الأول اللي كان بعيد كل البعد عن مستوى الجيد. يعني الكرة لصالح صالح طويلة اللولي وماماش يسجل هدف ثاني، لا كاد ماماش يسجل هدف ثاني. بزاز ترجع الكرة هذه لصالح فريق مولودية العلمة، طويلة والدفاع يتدخل، ثم جلاوي، جلاوي من هناك والخط لا ما ارتكبش الخطأ اللي ارتكبه في الشوط الأول لاعب بودرما، كان بإمكانه أنه يرجع الكرة هذه للحارس بوزدر ولكن تخوف نوعا ما من الخطأ الأول اللي ارتكبه ولذلك رجع هذه الكرة. الكرة لصالح رائد القبة، ثم تدخل الدفاع، ترجع لمولودية العلمة، فيه عمل فردي على مستوى فريق رائد القبة. نعم كرة تمر لوشان، وشان داخل منطقة العمليات والحارس بوزدر مباشرة للحارس، يعني حتى التوزيع كان أحسن وأفضل أنه يمشي بالكرة هذه ويحاول، والمحاولة لصالح فريق مولودية العلمة والضيع، كانت محاولة خطيرة ضايعة من رقم 9 لمرر جمعوني ولكن بعيدة بعيدة وخرجها الدفاع إلى الركنية. تعددت الركنيات إذن في هذه في هذا الشوط. شوف الإعادة وكاد الفريق رائد القبة أنه يضيف هدف ثاني. واحد من اللاعبين واقع على أرضية الميدان، أتمنى أنه يكون فقط لم يصب يعني بأذى كبير. في تغيير ظن راح يغير هذا، نعم يغير لأنه رقم 24 من جانب رائد القبة. هو بن عمار، نعم بن عمار، بن عمار هو اللي راح يخرج. ظن بن عمار، نعم حسب بن عمار هو مسجل الهدف، هدف رائد القبة اللي يخرج وراح يعوضه اللاعب رقم 19 صبية وليد. حتى إذن ما فيش هناك تغيير، ربما اللاعب يرجع خواص، خواص مباشرة لدفاع رائد القبة، ترجع الكرة لصالح رائد القبة وجلاوي، جلاوي كرة التماس،
الكرة إلى التماس مباشرة. حتى الفريق يعني مدير العلم الموسم الماضي تفادى السقوط يعني قلوا في آخر جولات في محاولة لصالح مدير العلم وتسديدة وركنية استدامها بالدفاع والركنية. إذا الركنية لصالح مدير العلم ذكر أنه يعني كانت نتائج إيجابية في منذ صعود تاعو الصعود وكان في 2008 يعني. إذن ما باش هو اللي خرج وصبية وليد. إذن لا صبية خرج حسب صبية دخل ولكن ما باش نظن كان يعاني من إصابة شويح يرجع بقبضة اليدين ومحاولة ولكن مليحة لقصية لكن التدخل كان جيد من شويح. خطأ على اللعب. إذن يرجع اللاعب اللي كان مصاب يرجع رقم 24 بن عمار يرجع وماباش خرج ماش بعد نظن كان مصاب لأنه الجرية تاعو تعطيك يعني الخبر يعني انه كان فيه اصابه لماماش اللي خرج. ان شاء الله نتمنى له العوده السريعه للملعب. في محاوله لصالح رائد القبه ثم ترجع للرائد على الجهه اليمنى وتمس هدف مقابل هدف. الوقت يمر 73 دقيقة من عمر المباراة طويلة لصالح من لا في هناك دفاع مولودية العلماء في محاولة ومباشرة للحارس بوزدر كان وراء هذه اللقطة لأنه اصطدمت بأحد لاعبي مولودية العلماء. شوف الإعادة وبرأسية كاد خادع الحارس بوزدر من مردية العلماء. خواص شوف بوزدر والخطأ من الحارس الخطأ مباشرة يعني ارتكاب أخطاء مثل هذه بعد مفروض أنه يمرر كرة الأمام ثم ترجع للدفاع عن طريق بودرما. فيه محاولة من جانب مولودية العلمة والخطأ. نعم الحكم السيد نادر كان قريب من اللقطة يعلن عن الخطأ. شوف الإعادة لأنه كان فيه دفع من جانب رائد القبة. وبحاجة فريق رائد القبة بحاجة لممولين يعني أنه يعاني من الناحية المالية يعني من الناحية المادية يعاني وهذا الأشياء يعني اللي تحدث للفرق يعني كثير من الفرق ليش في المحترف يعني الرابطة المحترفة الثانية فقط ولكن حتى الرابطة المحترفة الأولى تعاني نفس المشاكل المادية وهذا طبعا يأثر على نتائج الفرق يأثر على الانسجام يأثر على حتى على الترتيب وهذا ما يحدث لفريق اتحاد البوليدة اللي يعاني هو الآخر يعاني من نقص أموال ونقص حتى النتائج ما تجيش هكذا مستحيل تجي النتائج. هدف ثاني لا الحارس بوزدر كان خطيرة هذه اللقطة خطيرة جدا وتصطدم الكرة كرة سبية
سبية اللي كان شوف عمل كان يعني حتى التمريرة ما نظن مرت الكرة أولا قبل أن يكون في وضعية تسلل، والحارس تدخل بقوة، دخل بقوة والحارس خرج هذه الكرة التمس. إذا كانت كان هذا يزيد نظن مساعد الحكم رفع الراية، هل هناك تسلل وفي نفس الخط يعني، والكرة لما مرت اللاعب كان في مع مدافع مولودية تعالى. هذا المدرب التونسي السيد وجدي على الصورة، لأن تغيير آخر في صفوف مولودية العلماء، يدخل رقم ثلاثة اللي هو زيتوني، لأن زيتوني يدخل ويخرج دوسن رقم 27، رقم 27 دوسن يخرج ربما لتعزيز دفاع مولودية العلماء، إذن يدخل رقم ثلاثة زيتوني. والحكم كان أعلن عن تسلل، وضعية تسلل، الحكم كان أعلن عن وضعية تسلل، يعني لو حتى لو تسجل الهدف كان يقول فيه هناك تسلل. وملولي والكرة لصالح رائد القبة، فريق رائد القبة اللي يحاول محاولات عديدة، وفي هناك لمسة يد نظن، نعم لمسة يد لصالح رائد القبة، لمسة يد لصالح رائد القبة في هذه نقول الكرة الثابتة ما هيش بعيدة كثير عن مرمى الحارس بوزدر، وتنفيذ الكرة الثابتة، هذه الكرة الثابتة راح تكون منفذة من أوشان، أوشان هو اللي راح ينفذ هذه الكرة الثابتة، وعودة جميع لاعبي مولودية العلماء لمنطقتهم طبعا، الحائط البشري أجل طبعا الحفاظ على هذه النتيجة، الحفاظ على نتيجة التعادل، هدف مقابل هدف بين رائد القبة ومولودية العلماء. إذن النتيجة إيجابية بالنسبة لمولودية العلماء، نقدر نقول أن احتلال مولودية العلماء للمرتبة الثالثة يعني مستحق، لأنه شفنا في الشوط الثاني يعني عمل جيد من المجموعة، يعني فيه مجموعة فيه كما يقال ان جروب، يعني ما فيش فرضيات، ولكن المجموعة نقول صلبة. المحاولة لأوشان في وضعية، لا في ركنية مباشرة، العمل كان من سبية، شوف ضيع كرة وتدخل الدفاع، إذن ركنية لصالح فريق رائد القبة، واحد من اللاعبين واقع على أرضية الميدان، إذن يسعف ده خارج أرضية الميدان ويرجع، هو مسجل هدف هو قواس رقم 21. تنفيذ الركنية في الدقيقة 81،
يعني حوالي 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة الشوط الثاني، والنتيجة هدف مقابل هدف بين رائد القبة ومولودية العلا. تنفيذ هذه الركنية، تكين رجوع مكثف لفريق مولودية العلمة لمنطقته. الصعوبة إذن لاعب التوش أعطى نوع من الحيوية في صفوف رائد القبة، لاعب البديل يعني. والحارس بوزدر، حارس بوزدر يتفوق في هذه الكرة ثم يرجع إلى الأمام وين موجود بزاز ياسين. بزاز ياسين شوف الخبرة تاع اللاعبين، يعني لما نقول بزاز شوف العمر يعني بلغ من العمر يعني يعني عتية كما يقول، ولكن بقات يعني الأمور بالنسبة ليه محافظ على لياقته البدنية، لعب للمنتخب الوطني، لعب لي شباب قسنطينة، لعب في الاحتراف يعني مشى للاحتراف في فرنسا لمدة كبيرة ورجع، ولكن بقات دائما البصمة تاع بزاز مازالها بصمة بزاز. بزاز ياسين هذه طبعا لما نقول يعني الانضباط، انضباط اللاعبين، انضباط مثل انضباط بزاز نتمناه لكل لاعب، نتمناه لكل لاعب. وخطأ، خطأ كان على فريق مولودية العلمة ولاعب بن قويدر رقم 10، بن قويدر رقم 10 لنقول انه نبقى في المقابلة. صالح مولودية العلمة في محاولة لبزاز، بزاز فتح الأمام والموجود قواص وتخرج، كان في هناك الدفاع، كان في هناك الدفاع اللي خرج هذه الكرة الصعبة لصالح من لرائد القبة. قواص هناك ضمن وضعية، ضمن خرجت كرة ست أمتار، نعم الكرة ست أمتار، والحارس شويح طويلة ناحية ملولي، ملولي ارتقاء جيد للاعب ملولي، رجع الكرة هذه لدفاعه، لدفاع راية القبة. ثم كرة لصالح قواس، حتى السيد سليماني يعني يعني فيها نصائح، فيها توجيهات، فيه ولكن أمور صعبة. والمحاولة لصالح مولودية العلمة أو لصالح رائد القبة وتخرج مباشرة إلى الركنية، نعم ركنية، ركنية لفريق رائد القبة. شوف الإعادة والتدخل كان للكرة، نعم كان للكرة مباشرة، وركنية لصالح رائد القبة. الأوشان، أوشان تنفيذ هذه الركنية تخرج من الدفاع ثم يخرجها اللاعب، لاعب مولودية العلمة بن قويدر. خطأ إذن لمولودية العلمة، الخطأ لمولودية العلمة وارتكب على اللاعب ضمن ملولي رقم 13.
شوف تدخل كان نوعا ما بخشونة نوعا ما، ولكن يعني المقابلة لم تخرج على نطاقها، يعني الروح الرياضية بين اللاعبين فوق أرضية الميدان واحد مقابل واحد. ظن أن فريق رائد القبة في محاولاته العديدة ما وجدش المنافذ اللي يوصل لها يوصل بها إلى منطقة الحارس بوزدر، ومديرية العلمة ضيع يعني فرصة سانحة للتسجيل، يعني كانت فرصة خطيرة جدا ضيعها، ولكن هذا ماهوش شوف فراحي مد كرة في بزاز طلب كرة في العمق ولكن ما لحقش لي ياسين بزاز، والخطأ الخطأ يرتكب على أيت يحيى. لا الكرة كانت تمشي الكرة، إذن لازم يحط الكرة في الأرض وتلعب طبعا كما يبغي. الكرة لصالح رائد القبة، فتحة إلى الأمام من وجود دفاع مولودية العلبة منسجم كما يبغي، يمد الكرة هذه نعم كرة لبن قويدر وانطلاقة، وبزاز كان في وضعية تسلل ينفذ التسلل هذا بسرعة، ثم فيه المحاولة بالجانب وخطأ. إذن لاعب واحد من اللاعبين مصاب على مستوى الأنف، إن شاء الله سلامات عليه إن شاء الله. هو سليماني وما وراء طبعا الشباك، يعني يقولون شوف أحمد سليماني اللي كان له كذلك أنه شرف على العارضة الفنية لمولودية العلمة ومزدر ومعاقب، ولذلك فهو يوجه الفريق تاعه من خارج أو من المدرجات وبزاز في محاولة من بزاز نعم لبن قويدر. بن قويدر يرجع في وسط الميدان ناحية بزاز، نعم بزاز على الجهة اليسرى في محاولة فتحة للأمام لكن بعيدة كثير. ايش من بزاز هذه الكرة ولكن كرة بعيدة كثير عن مهاجمي مولودية العلمة. أوشان تدخل من الدفاع ترجع لأوشان في محاولة لكن قواس ضيعة مرة أخرى ترجع على الجهة اليمنى أيت يحيى. وتدخل الدفاع حتى رائد القبة يعني عمل مجهود كبير خلال الشوط الثاني هذا لكن دون نتيجة وخطأ. نعم الخطأ يرتكب على اللاعب المصاب اللي هو إن سعد وكم يضيف الحكم السيد نادر في هذه المباراة. طويلة الكرة مباشرة لشويح، لأين يا اللولي؟ عودة لاعبي إذن صعود من جانب رائد القبة، صعود بعدد كبير من المهاجمين ومحاولة ولكن
فريق مولوديه العلمه يرجع بعدد كبير كذلك في منطقه دفاعه. وخطا على الحارس، خطا على الحارس بوزدر، كان فيه خطا على الحارس. الحارس عنده الافضليه في الخطا. الدقيقة 92 تقريبا نعيشها ومن عمر هذه في الوقت البدل الضائع طبعا، والنتيجة هدف مقابل هدف، تعادل تعادل نقدر نقول عنه إيجابي لمولودية العلمة، لكن سلبي بالنسبة لرائد القبة اللي كان تعادل في الجولة السابقة. يقول أن الأمور بالنسبة لرائد القبة تزداد نوعا ما، تزداد سوء، ولكن كفريق يعني نظن لو يكون في عمل أفضل وعمل كبير وتكون ما فيش مشاكل يعني مادية، نظن أنه فريق رائد القبة يرجع في ما تبقى من البطولة، وقادر على انه يعني يضيف ربما انا اقول ربما، لانه الامور ماهيش سهله بالنسبه لرائد القبه اللي يعاني من هذه الوضعيه. بزاز امامه اثنين من اللاعبين، ثلاثه يتفوق وترجع الكره لصالح رائد القبه، ترجع الكرة لصالح رائد القبة انطلاقا من أوشان، لكن تصطدم الكرة بالدفاع وترجع لملولي. بزاز يفتح، لكن ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح مولودية العلمة، ونقترب يعني من نهاية الشوط الثاني والمباراة اللي هي متعادلة بهدف مقابل هدف. نذكر أنه هدف رائد القبة سجله بن عمار، وفي هناك نعم في هناك وضعية تسلل. والحارس بوزدر، حارس بوزدر الحكم نظن راح يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين في روح رياضية عالية. نشكر الزملاء التقنيين والفنيين على هذه الصور الجميلة التي وصلت.